السلام عليكم. فكيسعدني وكيسرني انني نشارك الاخوان ديالي اطباء العيون والمرضى ديالي والناس اللي كيتابعوني على العموم في مواقع التواصل الاجتماعي، ان الحمد لله المركز ديالنا مركز دكتور رفاعي لطب العيون المختص في تصحيح البصر والقرنيه الخرطيه، قام بنشر واحد 3 ابحاث في المؤتمر العالمي لطب العيون اللي تم هذا العام بسبب الجائحه ديال كورونا بطريقه الكترونيه، اللي كان غيكون في افريقيا الجنوبيه. ففي هذا المؤتمر قمنا بنشر 3 ابحاث. البحث الاول كان يتكلم على زراعه العدسه لتصحيح البصر عند الاطفال، على واحد 9 حالات اللي دازت عندنا. فكيف ما كتعرفوا ان زراعه العدسات كنقوموا بها لتصحيح البصر الناس الكبار اللي من فوق 18 سنه، ولكن هناك حالات خاصه ديال الاطفال اللي كانت عندهم مثلا واحد العين ما كتشوف والو، ميو تري فور، مثلا ناقص 20 ولا ناقص 18، واحد العين اللي اخرى كتشوف مزيان، كنسميو حنا انيزوميتروب، يعني واحد العين فيها قياس كبير والعين الاخرى ما فيهاش قياس كبير ولا فيها ما فيهاش كاع قياس، فما تيقدروش انهم يلبسوا جاجه غليظه وما تيقدروش انهم يلبسوا العدسه لانهم قصار في السن. اصغر طفل كان عنده 8 سنوات، بعض الحالات راكم تابعتوا الفيديو ديالهم على المباشر. فالحمد لله هذا البحث لقى الاعجاب ولقينا في لي ريفيرونس، لقيت ان كاين مراكز اخرى حتى هما تيقوموا بهذه العمليه. ماشي اي طفل عنده ميوبي فوخت غادي نقوموا له بتصحيح البصر، انما هي حالات خاصه الناس اللي كنخافوا ان هذيك العين تضيعلو باش نتمكنوا نديروا الترويض. فهذه الحالات هذه كلها انا صرت 9 ديال الحالات اللي كلها احتاجت انني نقوم بديبونسمون، عطيت الارقام حيت البصريه قبل حيت البصريه بعتذر. كان هو البحث الاول اللي الحمد لله تنشر في المؤتمر العالمي لطب العيون. كان البحث الثاني كان كيتركز على القرنيه المخروطيه، حتى هو تنشر الحمد لله في المؤتمر العالمي، اللي كيركز على واحد الطريقه تنقوم بها لقياس الحلقات. فهو كاين دي نوموغرام، كاين الناس اللي كي الشركات اللي كتبيع الحلقات، فهي عندها بحال واحد جدول اللي كتعطيك تدخل له واحد المعلومات وهي كتعطيك الحلقه. فاحنا هنا في المركز ما كنستعملوش ديك الجداول، كنستعملو واحد الطريقه خاصه واللي دخلت فيها هذه التقنيه ديال قياس طول العين اللي كتساعدني باش انني نعرف هذاك المريض واش الحلقه غنجح ولا لا، باش نعرف السمك ديال الحلقه اللي غنختار، وباش نعرف واش الحلقه غتلوها من بعد عمليه اخرى مثلا كزراعه العدسات. الحمد لله لقيت كاين دي ريفيرونس اخرين ديال شي مراكز اخرى حتى هي كثير اللي كتستعمل الحلقات. هذه الطريقه ديال قياس طول العين ما لقيتوش في ابحاث اخرى، وركزت على هنا بالاحمر، ركزت على الهدف ديالو هو انه كيعطيني واحد الفكره، لان الناس اللي عندهم قرنيه مخروطيه ما تيمكنليش نعبر لهم الشوف، ما كيعطيني الشوف غلط، ديك القياسات اللي كنعبروا بالنظر تيكونوا خاطئين في بعض الحالات. فهاد المساله كتساعدنا لاننا تعاوننا باش اننا نعرفوا هذا المريض واش غادي نزرعوا له عدسه، واش غنديروا له حلقه، واش غادي نديرهم جوج. دونك الحمد لله هي تم النشر ديالها في المؤتمر العالمي. كان واحد البحث ثالث حتى هو اللي قمنا به في اللي تنشرته هو في المؤتمر العالمي لطب العيون، بما ان الحمد لله كنت من السباقين اللي اقتنى الجهاز ديال ام اس 39، جهاز او سي تي سيغمون اونتيريور اللي كياخذ توبوغرافي بواحد الطريقه جديده اعتمادا على او سي تي، وكيقوم بقياس خلايا. وعندي كنتوفر على الجهاز اللي كان اللي هو البنتاكام، فاستغليت الفرصه انني في واحد المده ديال واحد شهرين قمت بمقارنه عدد كبير من الحالات ما بين كانوا عندنا تقريبا 700 عين اللي قارنا، 742 عين بالتفصيل، اللي قارنا المقاييس اللي اتخذت بالبنتاكام والمقاييس اللي اتخذت بالام اس 39، واللي لقينا بان عدد كبير ديال الحالات كنلقاو تقريبا نفس المقاييس، ولكن كتغير المقاييس ملي تيكون عندي عين تمت فيها جراحه ولا فيها هالات دي سيكاتريس، ملي تيكونوا هالات ولا سكارز ولا سيكاتريس تيكون واحد الفرق ما بين الجهازين، وكيكون الجهاز ديال ام اس 39 كيفوق الجهاز الاخر في القياس. ولقينا حتى واحد العدد ديال الحالات اللي نشرتهم اللي في البنتاكام كانت كتعطيني ان عندها قرنيه مخروطيه مشكوك فيها كثير، واللي بالام اس 39 بما ان كنقيسوا قشره القرنيه فكيقول لي بان ما عندهمش قرنيه مخروطيه، والعكس كانوا حالات اللي ما كانتش كتظهر فيها القرنيه المخروطيه في البنتاكام واللي كتظهر في الجهاز ام اس 39. وختمت في الاخير ان هاد لا تكنولوجي جديده ديال لو سي تي
توبوغرافي بلوسيتي عندها واحد دور كبير في واحد تقريبا واحد نقولوا واحد 10-20% ديال الحالات اللي كتمنعنا من دوك الاخطاء اللي كيقدروا يوقعوا لنا بالاجهزه القديمه كالجهاز ديال الشيم فلوك الاجهزه كلها اللي كتخدم بالكاميرا روتاتيف. فهاد حتى هو هذا البحث الحمد لله لقى اقبال. انا بصدد القيام بابحاث اخرى لوحدي ومع اطباء اخرين ان شاء الله من دول اخرى، ويتم النشر ديالها في جرائد عالميه ان شاء الله وفي مؤتمرات اخرى. كنشكركم على حسن المتابعه، كنشكر المرضى وكنشكر الاخوان ديالي على الاطباء العيون على الثقه اللي كيديروا في الابحاث ديالنا ويقراوها بتمعن، ولا عندهم شي ملاحظات ولا شي اسئله فانا الان هنا باش نجاوب عليها وباش انا نطور حتى الابحاث الجايه اللي غادي تكون الا كانت شي ملاحظات فهي كتفيدنا باش تساعدنا اننا نمشيو للقدام. وشكرا.